بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، ده يا شباب تاني فيديو في الفيديوهات اللي هنحل فيها اسئله الرايتنج الموجوده في امتحانات كتاب المعاصر. ده كتاب الفاينل ريفيجن بتاع المعاصر، والكتاب ده فيه 24 امتحان شامل في اخر الكتاب. كل امتحان فيه 8 نقاط على الرايتنج. هنحل النهارده 5 امتحانات، يعني 8 في 5 يعني 40 نقطه. في فيديو عملناه قبل كده، يعني ده تاني فيديو بنحل فيه اسئله رايتنج، فلازم تسمعهم عشان كده في 80 نقطه معاك. اول سؤال، لو انت بتقرا في نص، النص ده المؤلف بيحاول ان هو تو كونفينس يو، يقنعك. كونفينس يعني زي بيرسويد بالظبط، بيحاول يقنعك انك انت تشوف الاشياء بنفس عينه، يعني تقتنع بالافكار اللي هو مقتنع بيها. يبقى نوع المقال ده ايه؟ كونه قال لك اقناع، يبقى ده نوع اقناعي. الانفورماتيف ده بيديني معلومات وتفاصيل. الارجيومنتيف دي بيقارن حاجتين ببعض وبيجادل من اجل ان هو يثبت فكره ان حاجه احسن من الثانيه. ذا جنرال باراجراف اورجانيزيشن فور ان ايساي. انت عارف ان المقال، والكلام ده قلنا قبل كده كذا مره ونقول تاني، المقال عباره عن مجموعه من الباراجرافات، باراجراف باراجراف باراجراف. طيب انا ايه اللي عرفني باراجراف بدا في الحته في النص كده اسمها انتنت؟ الانتنت دي هي المسافه البادئه اللي في كل باراجراف، هي بتعرفك ان في باراجراف او بدايه الباراجراف ولا لا. وانت عارف ان كل باراجراف من دول ترتيبه بيكون فيه انترودكشن، اي باراجراف بيكون فيه انترودكشن، وفي كل بعد انترودكشن في سبورتنج سنتنسز، وبعد السبورتنج سنتنسز بيكون عندك الكونكلوجن. ده بالنسبه لترتيب الباراجراف. لكن ترتيب المقال نفسه بيكون اول مقال، اول باراجراف بيكون انترودكشن باراجراف، وبعد كده بنجيب البودي، ودول ممكن يكونوا اكتر من 3 4 5 باراجرافات على حسب ما انت عايز، وفي الاخر كونكلوجن. فلاحظ ان في كونكلوجن للايساي وكونكلوجن للباراجراف. بقول لك ان الترتيب الصحيح للباراجرافات بقى بتاعه المقال بتكون ازاي؟ انترودكشن باراجراف، باراجراف مقدمه، وبعدين سيسيس ستيتمنت، يعني جمله بيكون فيها التوبيك بتاعه الموضوع كله. تو اكسبلين ذا رايترز كليم ان مور ديتيل. كلمه ديتيل دي هي اللي خلتنا نقول على دي كلها كده غلط، والجمله دي كده كلها غلط وباطله. ليه؟ لان في الانترودكشن حضرتك ما بتدينيش تفاصيل، التفاصيل بتكون فقط في البودي، يبقى دي باظت. طب الجمله الثانيه، ان انترودكشن باراجراف ذات سمرايزز وات ذا ريدر شود اكسبكت. باراجراف مقدمه بيكون فيه خلاصه للقارئ متوقع ان هو يقرا ايه في الموضوع ده. الكلام ده حلو. فور بودي باراجراف، سواء فور او اكتر مش موضوعنا، فبرضه ده صح. ذات يوز ريسيرش سبورت، بيكون في البودي ده تفاصيل وابحاث وامثله وكده، تمام، كلام زي الفل لحد هنا كده حلو. كونكلوجن باراجراف ذات سجستس ا نيو ايديا، كده باظت. ليه؟ احنا متفقين ان الافكار الاقتراع، الافكار اللي في الكونكلوجن ما بيكونش فيه افكار جديده اطلاقا. الكونكلوجن دي بتكون عباره عن ريستيتمنت اللي انت شرحته، يعني اعاده ذكر اللي انت شرحته بس بلغه مختلفه. طيب رقم سي، بيقول لك ان انترودكشن باراجراف بروفايدنج ديتيلز. بص، قال لك ديتيلز في الانترودكشن، يبقى الموضوع ده باطل، مفيش حاجه اسمها ديتيلز في الانترودكشن، يبقى دي باظت. وبكده لما كل الثلاثه الاولانيين غلط يبقى دي اللي صح، بس احنا عايزين نقراها ونفهم. انترودكشن باراجراف وذ ا كلير سيسيس ستيتمنت، وبعدين ديفلوبد بودي باراجرافز ذات انكلود ايفيدنس اند اكسبلينيشن، وكونكلوجن ذات برينج ذا رايتنج تو سنس اوف كلوجر، يعني خاتمه بتديك شعور ان انت بتختم الباراجراف المقال، يبقى دي رقم، دي اللي صح. Which of the following sentences has a perfect punctuation؟ مين في دول الترقيم بتاعها صح؟ Here is what we need، هذا ما نريد أن نشتريه. وبعدين المفروض هيذكر لك قائمة، لما نيجي نعمل listing وإحنا متفقين على المبدأ ده قبل كده، بنعمل سيمي كولون وبعدين نذكر أول حاجة، كما الحاجة الثانية، and الحاجة الأخيرة. هو هنا في الجملة دي قال لك need to buy وما عملش هنا، ما عملش هنا كولون، يبقى دي غلط. الثانية عمل فيها الكولون أهي، يبقى دي صح. الثالثة عامل لك فيها سيمي كولون، لا الغلط، السيمي كولون دي احنا بنستخدمها لما يكون في كما وكلمه زي كلمه بط مثلا. طب الاخيره فيها كولون، شوجر تي ميلك اند كوفي، يبقى دي مظبوطه برضو. يبقى انا كده عايز اعرف مين فيهم الصح، رقم سي ولا رقم بي ولا دي؟ تعال نشوف بقى. رقم بي هي فيها كولون، ورقم دي فيها كولون، واحنا عايزين كولون فعلا. طب هنا اقول لك شوجر كما تي كما كوفي ميلك، كلهم كما ما فيش اند، يبقى دي كده رقم بي باظت، رقم بي كده اصبحت غلط لانه ما كتبش اند. طب هنا بقول لك شوجر كما تي كما ميلك اند كوفي، يبقى رقم دي الاجابه الصحيحه. طب 46، ذا ستيبس اوف ذا بيسك رايتنج بروسيس، الخطوات بتاعت عمليه الكتابه هي مين؟ طيب انا عايزك وانت لما يجي لك سؤال زي ده كده تبقى واد صايع ورخم. انت عندك مثلا هنا في رقم رقم دي هنستبعدها. ليه؟ لان هو بيقول لك انك بتخطط اوتلاين وبعدين تكتب وتراجع وبعدين تنشر وبعدين تعدل. هو انت بعد ما تنشر الكتاب وتديه للناس يقراوه في ايديهم ترجع تعدل فيه؟ لا، فرقم دي كده مستبعده. الحاجة التانية، اكتب وبعدين عدل وبعدين راجع وبعدين انشر، ركز معايا في الترتيب كده. رقم ايه؟ اكتب وبعدين اديت عدل وبعدين راجع وبعدين انشر، الموضوع ده مقلوب برضو. انت المفروض تكتب وبعدين بعد ما تكتب تراجع وبعد ما تراجع تعدل وبعدين تنشر، يبقى دي كده بايظة.
طيب خطط اوت لاين، وبعدين اكتب، وبعدين اعصف ذهنك وراجع ده بالمقلوب دي. اول حاجه دايما، اول حاجه هي البرين ستورمنج، لازم تبقى في الاول. فعشان كده رقم سي اللي صح. وتعالى نشوف هنعمل عصف ذهني، هنفكر عايزين نكتب ايه، وبعدين نكتب بايدينا بقى الافكار اللي عايزين نكتبها، وبعدين نكتب المقال، وبعدين نراجعه، وبعدين نراجع نعدله، وبعد ما نعدله ننشره. يبقى رقم سي اللي صح. السؤال اللي زي كده حاول تشوف الجمل ايه اللي خطا فيها وتعالى شايله الاول عشان تمشي صح. Remembering to answer the question how and why while keeping your writing direct and to the point is most important when you are writing a text. انك تفكر دايما في how، كيف ولماذا. ركز الحاجة بتشتغل ازاي وبتشتغل كده ليه، وبعدين هي معمولة كده اصلا عشان ايه، فتفاصيل ازاي. فعشان كده اسمه informative. يبقى how and why informative مباشرة. To be complete a sentence must include which three components. عشان تبقى الجملة كاملة، الجملة محتاجة ايه؟ محتاجة اول حاجة كده فاعل، بداية يعني فاعل، وبعدين فعل، وبعدين فكرة كاملة. يعني انك تقول مثلا I buy، انا اشتري a new computer. المكملات دي خلت الجملة سليمة. وبالتالي انت محتاج subject adjective and preposition، كده جملة من غير فعل فتبقى غلط. verb وبرناون، يعني نبدأ بالفعل وبعدين نجيب الضمير، ده برضو غلط. الجملة لازم تبدأ بالفاعل اللي هو اسمه ضمير وبعدين الفعل، يبقى دي غلط. طب subject فاعل وبعدين فاعل وبعدين complete صوت يعني فكرة، يبقى رقم C هي اللي صح. طيب بعد كده رقم 49، what component is missing that makes the... المهم ايه اللي ناقص عشان نخلي الجملة دي كاملة. because it was a long and tiring day، لانه كان يوما طويلا ومتعبا. ايه اللي ناقص في الجملة دي يا ترى؟ ناقص فيها noun اسم، ولا ناقص فيها predicate، predicate ده هو الفعل يعني، ولا ناقص فيها verb اللي هو فعل برضو، ولا complete صوت. يعني ايه complete صوت؟ يعني فكرة كاملة. انك تقول لي مثلا because it was a long and tiring day I slept at once، انا نمت في الحال. يعني انت كده ناقص تكمل لي الفكرة. I asked Dana to bring the following items. هنا فيها listing زي ما اتفقنا. يعني ايه listing؟ انت بتقول انا طلبت من Dana ان تحضر الاشياء المقبلة اللي هي 1 2 3 4 5 6، فانت محتاج تعمل لي هنا colon زي ما اتفقنا. number D هندخل بعد كده على امتحان السابع وندخل على السؤال تحديدا ونرجع تاني. السؤال 43 بيقول لك which sentence is right. طبعا ده الامتحان نمبر 7 يا شباب في كتاب المعاصر زي ما اتفقنا، زي ما احنا مكملين. which sentence is written in an active voice. انا عايزك تعرف قبل ما نحل الجملة دي، انت عندك active voice وعندك passive voice، والفرق بينهم في الاتي: active و passive. الفرق بينهم ان passive ده معناها مبني للمجهول، active ده مبني للمعلوم. حلو، بيقول لك مين في الجمل دي مكتوبة في الاكتف يعني في المعلوم. The cake was being baked. was being past participle، ده ماضي مستمر مجهول. An action movie was watched. شوهد، يبقى مجهول. The athlete set a new world record. اللاعب حصل على رقم قياسي جديد، معلوم. On the course golf cart was driven يعني تمت قيادتها، يبقى غلط، يبقى دي مجهول. 44 which sentence is written in passive. passive يعني في المجهول. تعال نشوف. The restaurant delivered يعني المطعم وصل، معلوم. طب هنا will walk سوف يمشي، معلوم برضو. all the wedding invitation were sent out يعني أرسلت، ده مجهول. طيب وليد the photographer takes يعني بيلتقط، يبقى ده معلوم. إذن الإجابة رقم C هي المجهول يعني بسف. 45 which of these sentences is an incomplete thought. incomplete thought يعني الجملة كده ما فيهاش فكرة. اللي ساعات بنطلق على اللفظة دي اسمها fragment. يعني إيه fragment؟ يعني جملة ما فيهاش فكرة. headed to the office after breakfast. احنا عايزين هنا كده incomplete thought، ها يعني فكرة غير كاملة. headed to the office after breakfast، اتجه الى المكتب بعد الافطار. طبعا دي ناقصة. اسراء went home، اسراء ذهبت للمنزل، ناقصة جم نقطة بس ويبقى صح. arriving late، لوصوله متأخرا. عمرو trying not to make noise، عمرو حاول ان لا يحدث ضوضاء، كاملة برضه. يبقى دي كاملة ودي كاملة. سما objected يعني سما اعترضت، يبقى رقم دي برضه كاملة. إذن الإجابة هنا رقم A اللي هي headed to the office after breakfast، اللي معناها اتجهت إلى المكتب بعد الإفطار. هي مين؟ الله أعلم. يبقى كده أنت ناقص لك فاعل عشان تعرف. رقم 46 which of these sentences is incorrectly structured، يعني تركيبها القواعد غلط. توم the cat runs the household، يعني توم اللي هي القطة بتقوم بعمل الأعمال المنزلية. رودينا needed new school supplies، رودينا كانت عايزة مؤن أو معدات مدرسية، اللي هي هيذكر لك هم مين، يعني فيهن listing، فعمل لك كولون notebook crayons and pencils. الجملة دي مظبوطة ودي مظبوطة، ما فهمش structure غلط. she didn't really want to see the movie but she went with us، لكنها ذهبت معنا. ادي عندي but وقبلها كومة
ولو عايز تحذفهم هتحط مكانه سيمي كولون، فدي مظبوطه. اشرف ووز ليت هي ميسد ذا ميتنج، اشرف كان متاخرا لقد فاتته هو فات الاجتماع. مين في دول بقى؟ من حيث الاستراكشر معموله غلط. لو انت ركزت معايا في الجمله رقم سي، انا قلت لك هنا احنا في بط وقبلها كوما، ولو عايز تحذفهم هتحط لي مكانهم سيمي كولون. طب هنا اشرف كان متاخر لذلك هو فات الاجتماع، لذلك المفروض كان يبقى في سو قبلها كوما، مش موجودين الاثنين دول فنحط مكانهم سيمي كولون، هو عامل لي هنا كوما، فطبعا يبقى رقم دي هي اللي خطا ودي الاجابه اللي احنا اخترناها. Adjectives and adverbs are usually placed. الادجكتيفز الصفات والظروف دايما بنحطهم at the beginning of a sentence، نبدا بيهم الجمله، next to the word or words they describe، جنب الكلمات اللي هي بتوصفهم. عشان كده لما تقول لي a tall boy، ادي boy اهي وجنبها tall. طيب رقم 48، the part of speech that joins words, phrases or close together is called، الجزء في الكلمات اللي بيوصل اللي بيربط، جوينز يعني بيربط، يعني انت عايز كلمه روابط اللي اسمها كونجنكشن. طيب زان طبعا تعريفات البروناون والبروبوزيشن والادفيرب والفيرب الحاجات دي كلها في فيديو هينزل ان شاء الله رب العالمين غدا، عشان يبقى هو كده حاجه نسخن بيها في المراجعه. The underlined word in this sentence is acting as a part of speech. انهي الكلمه هيز ديت مكانها ايه في الجمله هنا؟ تودي او توبي didn't want anyone to know his secret. his secret يعني سره هو، يبقى كلمة his دي صفة ملكية، فعشان كده اسمها possessive adjective اللي هي نمبر B. طيب طبعا noun اسمه pronoun اللي هو الضمير، و adjective adverb اللي هو الظرف. أفشة اللي هو بتاع الكورة ده، the footballer is a playmaker. أنت عارف إن دي كده جملة اعتراضية فلازم قبلها كوما وبعدها كوما، فأنت محتاج كوما كوما، يبقى الإجابة رقم إيه اللي صح. كده خلصنا امتحان السابع، ندخل على امتحان رقم 8. بقولك the underlined word in this sentence is acting as what part of speech؟ الكلمة اللي تحتها خط هنا يعني موقعها ايه بالظبط في parts of speech؟ the fox jumped over the wall and into my backyard. المهم ان الثعلب قفز فوق الحائط. كلمة over هنا adverb ظرف ولا preposition حرف جر ولا pronoun ضمير ولا adjective صفة؟ طبعا هي مش صفة ولا adverb ولا pronoun ولا ضمير، الضمير دي اللي هو هي وشي وات والناس دي، ولا هي adverb يعني ظرف، هي المفروض ان دي حرف جر، هو قفز على دي حرف جر، يبقى preposition. what part of speech الكلمه اللي تحتها خط دي ايه بالظبط؟ the goat ate the grass hungrily، الماعز اكل الحشائش بنهم، دي كده حال، ده الظرف اللي هو كل كيف اكل بنهم، يبقى ده ظرف، يبقى المفروض ان دي اسمها adverb. لكن لو قال لك the goat was hungry، hungry صفة. what part of speech is underlined word in this sentence؟ my black cat Nancy wandered quietly in the street at night and slept، ونامت، and دي رابط، رابط دي كلمة بتعمل joining للأحداث، يعني معنى كده إن هي رابط من join يربط يعني، فاسمها conjunction number A. which of these sentences doesn't use a part of speech correctly؟ يعني إيه في الجمل دي معمولة غلط؟ تعال نشوف كده. اول واحده بقول لك مي did a good job preparing lunch، مي قامت بوظيفه جيده عندما اعدت الطعام، فالجمله مظبوطه. عمر plays the guitar well، عمر بيعزف على الجيتار بشكل جيد، يعني مظبوطه. ساره is feeling well today، ساره تشعر بتحسن انها بصحه جيده النهارده، يبقى ده صح. لو انت سمعت الفيديو بتاع الامتحان الثامن اللي حليته من ال 20 امتحان مع المعاصر هتلاقيني شرحت موضوع well ده بالتفصيل، فركز فيها. حسناء did good on her exercise، هي كيف ادت حسناء؟ كيف ادت؟ يبقى ادت بشكل جيد، فكان المفروض نقول did well، يبقى رقم دي اللي غلط، المفروض تبقى حسناء did well، لكن كان ممكن اقول لك حسناء did a good job زي ما عملنا الاولانيه. what part of speech الكلمه اللي تحتها خط دي ايه بالظبط؟ كلمه little، little وماتش والناس دي كده صفه، وعشان كده هي هنختار adjective number A. طيب 48، which sentence doesn't use a part of speech؟ ايه الجمله اللي معموله بشكل غلط برضو؟ إسراء is taller than ندى، إسراء أطول من ندى. he lived in a small town by the sea، هو عاش في مدينة صغيرة by the sea بجوار البحر، دي مظبوطة. my finished her lunch faster than، لا المفروض كانت تبقى faster than me، ودي رسالة إنك أنت لازم تركز وأنت بتقرأ، لأنك ممكن تقرأ كلمة than دي على إنها than تبقى مصيبة. the rain stopped and then the passengers got off، طبعا احنا اخترنا هنا نمبر سي، والحتة دي عايز أوضح فيها نقطة كده معينة. لو انا عايز اقارن حاجه مثلا اقول لك ان احمد ده بيلعب افضل مني، سريعا كده بسم الله،
هتقول لك احمد بيلعب اسرع افضل مني، فهقول لك احمد plays better than حاجه من الاثنين، اما انك تقول لي better than me او تقول لي better than I وتاخد فعل مساعد play يعني يلعب مضارع في I do. طب لو انت قلت لي مثلا احمد، نفترض ان الجمله ماضي، احمد played، احمد لعب better than I، هنا بقى هتقول لي I did او better than me. ركز في كده. طبعا انت المفروض هتقول لي اي ديد، الاي معدده هنا، لا ام ام مي. ركز معايا، احمد بلايد، بلايد ده فعل زمن ماضي، ولما يكون الجمله فعلها ماضي فانا باخد فعل مساعد لزمن الماضي، فالماضي بناخد له فعل مساعد ديد فخدنا ديد. بس انتبه لفكره انك انت بتقول اي ديد او تحذف اي اصلا وتقول مي. طيب افرض الجمله ما فيهاش فعل مساعد، ما فيهاش فعل زي دول وفيها فعل مساعد، زي مثلا ساره از بيتر ذان، هنا قدامك حاجه من اثنين، بيتر ذان مي او بيتر ذان اي، وتاخد الفعل المساعد زي ما هو موجود، الاي دي فيرب تو بي، فهتقول اي ام. طب احنا ليه ما ناخدش اي ام هنا في دي، بدل ما نقول ديد نقول اي ام؟ عشان الجمله فيها فعل، الفعل بناخد له فعل مناسب ليه، فعل مساعد مناسب ليه. طيب نرجع بقى لجملتنا رقم 19، وات بارت اوف سبيتش از اندرلايند وورد، الكلمه اللي تحتها خط هنا دي تعتبر ايه؟ بقول لك هنا بوت اون ا كلين شيرت، خد بالك الا دي اسمها اداه يعني ارتكل، يبقى انا هختار كلمه ارتكل. Which of the following sentences has perfect punctuation؟ ايه من الجمل دي الترقيم بتاعها مظبوط وتمام؟ I read the prisoner of Zenda، احمد read black beauty، انا قرات prisoner of Zenda ولكن احمد قرا كذا. المفروض كنت انت تقول لي I read the prisoner of Zenda وبعدين تقول لي ولكن اللي هي بط علي مثلا read كذا، حلو؟ الطبيعي ان بط لازم يكون قبلها كوما، طب لو موجوده بط وكوما عين العقل كده اخر حلاوه، طب لو مش موجودين وعايز احذفهم هستخدم بدلا منهم سيمي كولون، اول واحده عامل لي كاما فطبعا ده غلط، تاني واحده عامل لك سيمي كولون يبقى دي مظبوطه، تالت واحده عامل لك كولون، لا مش عايزين كولون احنا يا عم، هنا احمد ما عملش حاجه خالص فده برضو غلط. يبقى انت الجمله دي قدامك اختيار من اتنين، اما انك تقول لي كاما وبط او انك تشيلهم وتحط مكانهم سيمي كولون، يبقى كده خلصناها. ده كده الامتحان الثامن. الامتحان التاسع برضو معانا، Nowadays most people use the internet، I think there are both good and bad things about using it. معظم الناس بيستخدموا الانترنت، اعتقد ان في حاجات حلوه ووحشه في استخدام الانترنت. In this essay I'm going to throw light on both merits and demerits. في البراجراف ده هكلمكم او في المقال ده هكلمكم عن مزايا وعيوب الانترنت. بقول لك the above mentioned paragraph، البراجراف اللي ذكرناه هنا اللي قرانا فيه الجزئيه ده ممكن نعتبر ان هو ايه؟ لمقال عن الانترنت. ممكن نعتبر ان هو ايه؟ لمقال على الانترنت. اول حاجه كده كونكلوجن خاتمه، لا ده الراجل بيقول لك ساتحدث اليكم عن كذا، يبقى ازاي هيقول ساتحدث اليكم في الخاتمه؟ طيب بودي ولا توبك؟ هو بيقول لك ساتحدث اليكم يعني لسه بيعمل تقديم يعني مقدمه، فالمفروض تبقى انتروداكشن. Which sentence has the correct punctuation؟ ايه الجمله اللي معمول لها ترقيم صحيح في الجمل دي؟ اول واحده destroyed in an accident. لا استنى كده قبل ما نحل افكرك، احنا متفقين لما نبدا الجمله بتوم والمصدر او نبدا الجمله بالفعل المضاف اي ان جي او بالباست بارتيسيبل، اي واحده من دول لازم يكون الجمله في النص فيها كوما، لان دول كانهم رابط. اصل الجمله اصلا لما تقول destroyed in accident the car became useless، الجمله اصلا after it had been destroyed in an accident وكمل، فانا محتاج في النص كوما. هنا عامل لي سيمي كولون، لا يبقى غلط. هنا عامل لي كوما يبقى رقم بي اللي صح. طب دي كولون ودي ما فيهاش حاجه خالص، وبحذرك انك لازم تاخد بالك ان يكون في النص كوما، والنص الثاني ده على حسب ان كانت جمله خبريه يبقى اخرها نقطه، ان كانت سؤال يبقى علامه استفهام. على سبيل المثال مثلا لو قال لك النص الثاني مثلا وات دو يو دو يبقى سؤال فعلامه استفهام. Which of the following expresses surprise؟ ايه من دول بيعبر عن الدهشه؟ ابريد النقطه ولا كولون اللي هي النقطتين اللي فوق بعض ولا كويشن مارك علامه الاستفهام ولا اكسكلاميشن مارك اسمها اكسكلاميشن مارك؟ انت لما تقول لي واو تعمل كده تحط بعدها اكسكلاميشن مارك. Which of the following sentences has the correct punctuation؟ ايه من الجمل دي اللي فيها الترقيم الصحيح؟ اول واحده لين سيز، احنا متفقين ان لما نبدا الجمله باسم وبعدين سيز بنعمل كاما وبعدين نعمل الجمله وكل الترقيم، اسمع الحته دي كده ودي مهمه، كل الترقيم يكون داخل القوس، لازم كل الترقيم يكون داخل القوس عشان نبقى متفقين يعني. لين سيز اي ام فيري بيزي ذيز دايز، النقطه بره المفروض النقطه تبقى جوه. طيب اي ام فيري بيزي ذيز دايز لين سيز، طبعا لو عملنا لين سيز في الاخر فبنعمل الكاما هنا، لين سيز وبعدين كاما وبعدين الكلام، فلا غلط. الاثنين دول هما الاثنين صح، ولكن المفروض النقطة دي كانت تبقى جوه يعني A and B، بس النقطة دي تبقى جوه الجملة ما تبقاش بره. 43 is a part of speech that modifies verb, adjective,
or adverb. ركز بقى في الكلمتين دول، بقول لك هو جزء من اجزاء الكلام اللي بيوصف الفعل والصفه والظرف. هم مين؟ الظرف. ما هو الظرف ممكن، واحنا هناخد الكلام ده بالتفصيل لما نعمل حصه البورتس اوف سبيتش، استنوها تبقى حصه نار. الظرف ده ممكن يوصف فعل ويوصف صفه ويوصف ظرف اخر. طيب رقم 4، طبعا هناخد امثله في الشرح. 44 is a part of speech that joins words. يا مستر قال لك joins يعني بيربط، يبقى دي رابط، يبقى conjunction على طول. Good writers are no more than one third of those who describe themselves. الكتاب الجيدين تقريبا بيكونوا تلت اولئك الذين يصفون انفسهم بانهم كتاب جيدين. يعني كلهم بيقولوا احنا كتاب شطار، بس ما فيش غير التلت بس. The question is what makes a good writer. السؤال هو ماذا او ما هي خصائص الكاتب الجيد. The correct topic sentence. التوبك سنتنس اللي ينفع نحطها هنا للجملة ديت مين؟ يعني الجملة اللي ينفع نحطها في الأول هنا. First of all, writer must be talented. أولاً لابد أن يكون الكاتب موهوباً. طب ما تيجي نحطها، ينفع أقول لك أولاً لابد أن يكون الكاتب موهوباً. الكاتب، الكتاب الجيدون ليسوا مش عارف ثلث الإيه كده. Good writers must understand their audience. الكتاب الجيدين لابد أن يفهموا جمهورهم. There are too many writers but not all of them. هي دي اللي لايقة. في كتاب كثيرون جدا ولكن ليسوا جميعا يمكن ان نوصفهم بالكتاب الجيدين. فالكتاب الجيدين لا يمثلون ثلث كذا، يبقى رقم سي اللي صح. طب 46 not is used to separate words. بتستخدمها عشان تفصل الكلمات in a list. واخد انت بالك من كلمه list دي في القائمه، يبقى دي مين؟ الكوما. طب ليه ما ناخدش بقى السيمي كولون؟ لان اللي بيفصل الكلمات، ركز انت بتعمل، انت بتقول لي مثلا she bought the following. The following وتعمل كده وبعدين تقول لي بن كما بوك كما كما اند كذا. فاللي بيفصل الكلمات عن بعضها الكما، انتبه دي كويس. لكن عشان نقدم ليستنج بنعمل السيمي كولون. طيب ده الامتحان اللي عليه الدور بقى ندخل على اللي بعده. الجزئيه دي جزئيه الرايتنج في الامتحان رقم 10، وبكده يبقى خلصنا 5 امتحانات في الفيديو ده. اول سؤال بيقول لك a verb can be called transitive. الفعل ممكن نسميه بان هو transitive. قبل ما نشرح، طبعا احنا نشرح الموضوع ده بالتفصيل في فيديو بارتس اوف سبيتش، ولكن عشان نحل السؤال ده واحنا فاهمين نعمل ايه. الفعل ممكن يكون يا شباب transitive او intransitive. transitive ده اللي هو الفعل المتعدي. يعني ايه المتعدي؟ يعني لازم يكون بعده مفعول. طب intransitive اللي هو لازم، يعني مش محتاج مفعول. طب مفعول يعني ايه؟ يعني object، ده اللي معناها مفعول. حلو. طيب انت لما تقول لي مثلا I hit، انا اضربه، لازم تقول لي انت ضربت مين. فهنا كده الفعل ده اصبح فعل متعدي. طب لما تقول لي I sleep، انا انام، انا فهمت رساله، فمش محتاجين نقول مفعول. فلو جمله زي كده مش محتاج مفعول فده فعل لازم. طب فعل زي كده لازم تجيب لي مفعول تقول لي انت ضربت مين، فده فعل متعدي. في افعال تنفع نعملها متعدي ولازم. انت لما تقول لي I speak مثلا، انا اتحدث، خلاص انا فهمتك. ممكن تقول لي اي سبيك وتسكت، وممكن تقول اي سبيك انجلش. فلو قلت لي اي سبيك وسكت هو كده كده فعل لازم. طب لو قلت اي سبيك انجلش يبقى اصبح متعدي. المهم بقول لك بقى ان ترانزيتيف الفعل ممكن نسميه ترانزيتيف لان هو بيستخدم مع مفعول اللي هو اسمه اوبجكت. الجمله اللي ترقيمها صحيح. صلاح از ا كليفر ايجيبشن بلاير. صلاح از ا كليفر ايجيبشن بلاير. صلاح از ا كليفر، كلهم كليفر ايجيبشن بلاير. ولكن المشكله فين؟ ان فيهم جمل فيها كما وجمل من غير كما. وهنا في جزئيه عايز اوضحها لك. لو كان الصفتين يا شباب ينفع نقلبهم ناخد كما، بمعنى ممكن اقول لك شي از ا تول سترونج جيرل، وممكن اقول لك ا سترونج تول جيرل. هنا ممكن نعمل كما وممكن ما نعملهاش. لكن لما تيجي تقول لي مثلا فيمس ايجيبشن، يعني ايه فيمس ايجيبشن؟ يعني مصري مشهور. هنا ما ينفعش نقلبهم وبالتالي ما ينفعش نعمل فيها كما. نفس القصة في الجملة دي اللي هو صلاح از كليفر ايجيبشن بلاير، لازم نختار رقم ايه دي؟ لان هي الوحيدة اللي ما فيهاش كما. طب دي فيها كما فهي غلط، ودي فيها كما فهي غلط، ودي فيها كما فهي غلط. الكما حتى عاملها في مكان غلط. Which sentence has the correct ending punctuation؟ ايه الجملة اللي فيها ترخيم صحيح؟ When you feel hot، عندما تشعر بحرارة، وبعدين كما، ولازم يبقى في كما هنا لان ده بادئ برابط. Turn on the fan، اطفي المروحة. دي جملة خبرية يبقى المفروض محتاجين نقطة، يبقى دي غلط ودي غلط. رقم سي اللي صح عشان هي فيها الكوما اللي احنا عايزينها عشان خاطر الرابط، وجمله خبريه في اخر نقطه يبقى رقم سي اللي صح. طيب which sentence has the correct capitalization؟ الجمله اللي فيها الترقيم الكابيتال صح. تعال نشوف. سلمى هشام، طبعا هشام ده اسم بني ادم فالمفروض يبقى كابيتال، يبقى دي باظت. سلمى كابيتال وهشام سمول برضه باظت، لازم تبقى كابيتال. سلمى كابيتال وهشام كابيتال، اه لحد دلوقتي صح.
is a freelance journalist in Al Ahram newspaper، يبقى رقم سي اللي صح. طب رقم دي عشان الاس سمول والاتش سمول فهما الاثنين غلط. طيب remember career direction it's never or change to study too late. بقول لك ان السنتنس ذات هاز ذا كوريكت اوردر، ازاي نعمل الكلمات دي نرتبها بحيث تبقى مترتبه ترتيب صحيح. هو عايز يقول لك هنا تذكر ان عمر الموضوع ما كان متاخر انك تدرس او تغير مهنتك، يعني معنى كده ان الرقم دي ليه صح. remember وبعدين come عشان ده منادى، it's never too late to صفه to وبعدين فعل في المصدر or فعل في المصدر وكملت الجمله، يبقى رقم دي اللي صح. وبكده احنا خلصنا الرايتنج الموجود في 10 امتحانات، باقي معانا 14 امتحان هنعملهم ان شاء الله رب العالمين في 2 فيديو قبل ما تطلع او قبل بكره الساعه 10 ليلا هيكونوا موجودين على القناه، بحيث بكره كده يبقى انت خلصت مراجعه الرايتنج. في فيديو كمان هعمله تعبئه للرايتنج سريعة، هشرح فيها الرايتنج تاني سريعا، وهشرح فيه الايميل بتفاصيل عشان الايميل فيه تكات كده انت تبقى عارفها. وبقى كده احنا ان شاء الله رب العالمين ختمنا الرايتنج وحلينا عليه كميه اسئله مهوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.